أو الخطر الثاني أن هذا في هذا إبعادا عن الثقافة أو تعاليم الإسلام، لأن تعاليم الإسلام مصبوبة في قالب اللغة العربية، القرآن. أي نعم، القرآن والسنة والتراث الإسلامي كلها مصبوب في قالب اللغة العربية، فإذا علمته اللغة الإنجليزية هو بلا شك سيتجه للثقافة الغربية ويترك ماذا؟ الثقافة الإسلامية، يترك التعاليم الإسلامية. يعني أنا أبسط مثال الصلاة يا إخوان، أنا هناك بعض الناس يعني علموا أبنائهم اللغة الإنجليزية كلغة أولى موجودين، لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة، يصلوا يعني قريبين من البلوغ الآن لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة، لا يستطيعون أن يقيموا ألفاظها الفاتحة، فخطر على دينهم. هنا الإشكالية عندما نجعل اللغة الإنجليزية هي المهمة لأنها موصلة إلى الدنيا، ونهمل اللغة العربية وهي الموصلة إلى الآخرة، قد يعني مهمة في الوصول إلى الآخرة. لذلك نفس الآية أكررها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.